السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل عن أذان الأطفال وإمامتهم، هل هذا جائز؟ أقول وبالله التوفيق، نعم جائز أن يؤذن الطفل المتقن للأذان، يجوز أن يؤذن الطفل المتقن للأذان، ويجوز أن يؤم الناس إذا كان متقنا للصلاة متقنا للقراءة. ومع ذلك كله فالكبار أولى وأفضل، والله أعلم. أما الدليل على الجواز فإن عمرو بن سلمة كان يؤم الناس وعمره 6 سنوات، وفي رواية 8 سنين، حتى قالت النسوة وكان لباسه قصيرا، أعني زيه قصيرا لا يكاد يستر، حتى قالت النسوة غطوا عنا إست صاحبكم، فاشتروا له ثوبا وكسوه به. فإذا كان الطفل مدركا وفاهما جاز أن يؤذن وجاز أن يؤم، لكن كبار السن العقلاء أولو الأحلام والنهى أولى، والله أعلم. يسأل سائل عن قول المصلين خلف الإمام في صلاة الوتر حقا وأشهد ويا الله. أقول وبالله التوفيق، إن الأمر في ذلك واسع، دل على ذلك أن عمر صلى صلاة العشاء خلف عبد الله بن السائب رحمه الله، فتلا من سورة الذاريات، أعني عبد الله بن السائب تلا، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد هذا. وثمة آثار أخرى عن الصحابة في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الشيخ مصطفى، تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤال حضرتك يعني. تفضل. إحنا عندي محل كهرباء، تمام؟ فبنبيع سلك الدش فيه. بتبيعه ماذا؟ سلك بتاع طبق الدش. سلك الدش. فإيه الحكم سيادتك كان فيه؟ إذا كان أغلب استعمال الدشوش في منطقتكم في الشر فلا تعن على الإثم والعدوان، وإذا كانت متوسطة تستعمل في الخير والشر فلا بأس ببيعها حينئذ، والله أعلم. فالبناء على الأغلب، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، والله أنا امبارح رحت أصلي التراويح لقيتهم صلوا يعني العشاء ما صليتهاش، لقيتهم بيصلوا في اول ركعه التراويح، فحضرتك صليت معاهم اول الركعه دي، كان تاني ركعه التراويح صليتها بنيه العشاء، فكان ممكن اكمل يعني استنى في جلستي واكمل مع الشيخ مع الامام التراويح الثانيه اللي هي الركعتين التانيين، اكمل معاهم العشاء جماعه ولا لا اكمل العشاء لوحدي؟ لا لا لا، انت دخلت معهم مؤتمة بإمام، الإمام نيته النافلة وأنت نيتك الفريضة، فيجوز إمامة المتنفل بالمفترض، فإذا سلم الإمام أكملي صلاتك العشاء ولا تربطيها بصلاة جديدة للإمام. أوه. نعم. طيب جزاكم الله خير. طيب. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، لو في جماعة بتصلي العشاء والإيام، الجماعة كانت بره المسجد، نجوز نصلي الايام ولا ما استنى الجماعه تخلص؟ لا قاعد لو سمحت. بص يا شيخ مصطفى، على اذنك، وقت احنا صلينا العشاء وخلصنا صلاه العشاء، ماشي ماشي، وجينا نصلي الايام، قلنا عشان نصلي التراويح،
أما اسمه الإيام ولا القيام؟ القيام. أيوة أيوة خليك عربي يعني، مش اسمه الإيام، اسمه يوم القيامة، لا يوم القيامة، القيام. نعم تفضل. ففي يا شيخ مصطفى في جماعة بتصلي برا العشاء. أيوة. نصلي ولا نصلي لما نخلص؟ لا لا لا، صلي صلاتك. يعني الأخ يسأل يقول إمام المسجد الذي يصلي بهم الإمام العام صلى العشاء، والناس صلت سنة العشاء كلهم، وبعد ذلك قاموا لصلاة التراويح، وهناك جماعة متخلفة تصلي، هل تنتظر جماعة المسجد الجماعة المتخلفة أم تدخل في صلاتها؟ لا، ادخلوا في صلاتكم، فأنتم الجماعة الأم، أنتم الأصل وهم لكم تبع، فلا تنتظروها، وصلوا قيامكم، لأن الجماعات مثل هذه لن تنتهي. السلام عليكم. يسأل عن الدعاء في الفجر في الصلاة، في القنوت في صلاة الفجر. الأمر في ذلك واسع أيضا، فمن العلماء من يرى ذلك كالإمام الشافعي رحمه الله، ويستدلون بأن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله في صلاة الفجر. واستدل الحافظ ابن حجر أيضا بأن النبي كان يقنت في المغرب والفجر، فنسخ القنوت في المغرب وبقي الخلاف في الفجر، فبقينا مع الأصل. فإذا كانت إذا قنت الشخص في الفجر لا بأس، وإذا ترك أيضا لا بأس، إلا أنه يستحب القنوت في الفجر في أوقات النوازل، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت الشيخ مصطفى، جاري تجارته كلها من السجاير، ودعوناني على مائدة الرحمن يعملها كل يوم. يعني يعمل في السجاير فقط؟ فقط. ايوه. تجارته السجاير فقط. طيب، على كل الحكم كحكم عام، لك أن تمتنع زجرا وتناهيا عن الإثم والعدوان، فإننا إذا ذكرنا أننا امتنعنا من أكلك لأنك تعمل في تجارة السجائر المضرة بالناس وهذا حرام، لعله ينزجر. وهذا مسلك سلك نحوه عبد الله بن عباس، وبه قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسائل مشابهة. وإن أكلت تأليفا لقلبه أيضا لك وجهة، وقد سلكها عبد الله بن مسعود في مسائل مشابهة. فهذان الرأيان موجودان، وأيهما أقرب إلى مصلحة الرجل لا لمصلحتك، مصلحتي في دينه، افعله، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم عم الشيخ، اتفضل. لو سمعت عم الشيخ، أنا المدامة بتاعتي ولدت قبل رمضان بحوالي 20 يوم كده، فهل ينفعلها الصيام يعني؟ الدم انقطع ولا ما زال؟ لا، احنا خايفين على الطفل الصغير ده، والدم لسه شغال يعني، بينزل قطرات لا، في جزئيتين، الدم لسه شغال يبقى لازم تفطر، ما في نقاش يعني. لأن لا يصح أن تصوم وهي نفساء. فإذا انقطع الدم وصلى واغتسلت وصلت، ولكن الصيام يضعفها أو يضعف الطفلة، أفطرت وقضت مكانا أياما مكان الأيام التي أفطرتها. وقال يا فضيلة الشيخ، قال يعني عشان الطفل وكده يعني، قال ممكن تصوم يعني ايه، تقضيهم في أيام أخرى يعني. ما في مشكلة، تفطر وتقضي فيها من أخر، ما جعل عليكم في الدين محرج. بس في جزئية أنا ألومك عليها يعني يا سائلي، إيه المدام بتاعتي؟ إيه المدام بتاعت زوجتي؟ أحسن ما تتعاجم وتقول المدام بتاعتي. إلغي كلمة المدام هذه، واستعمل لغة العرب التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنة رسول الله. أما المدام بتاعتي لا يا حبيبي، الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله، إني أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله أسأل الله العظيم رب العالمين يعني يشفيني ويشفي الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما. يا رب آمين، ومرضى المسلمين جميعا. يا رب آمين يا رب العالمين. والله مولاي، مولانا السؤال. يا رب آمين، ومرضى المسلمين.
تفضل اسال. بالنسبه للمساجد اللي هم حوالين يعني في القريه، الائمه اللي فيها طبعا بيقولوا ان الكون فيه اربع اقطاب، ومدد يا فلان ومدد يا مش عارف ايه، وزي ما فضيلتك عارف. ايوه. فهل تجوز الصلاه خلفهم؟ ده اول سؤال. اذا كان يعتقد ان غير الله ينفع او يضر من الاموات، يعتقد ان الاموات ينفعون او يضرون، فلا تصلي بعدهم، لان الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. لكن اذا كان جاهلا يحتاج الى تعليم، ارتكب بعض البدع الخفيفه ويحتاج الى تعليم، علمه وصلي خلفه. اما اذا كان يعتقد ان غير الله ينفع ويضر فلا تصلي خلفه من الاموات. يعني بالنسبه لكذا يا مولانا، يعني لا تجوز الصلاه خلفه. ما هو كده بقول لك، اذا واحد يقول، اذا هو يقول نعم يقولون أصبر. ان هذا الشيخ ينفع ويضر ويكشف السوء ويشفي المريض، لا هذا اذا كان هذا قولهم فهذا شرك بالله، ولا تصلي معهم حتى يتوبوا. نعم يا مولانا. في سؤال ثاني وايضا الاخ يشير الى انهم يقولون اقطاب اربعه، من الاقطاب الاربعه حتى يسمع اخوانك المشاهدون؟ يعني يقولون ابو الحسن الشاذلي وعبد القادر الجيلاني وعبد الرحيم القنائي، يقولون هذه والسيد البدوي ربيعهم. والسيد البدوي مولانا فعلا يقولون في كتاب. يا اهل الاسلام، هل يتصور يا اهل الاسلام، يا اهل الفهم عن الله، يا من تقرؤون القران، يا من تعلمون السنه، يا من انتم على الفطره الصحيحه، هل تتصوروا أن السيد البدوي أو أبو الحسن الشاذلي أو إبراهيم الدسوقي أو القناوي أو الجيلاني يجتمعون كل أسبوع ويدبرون أمر الكون؟ هل هذا يتصوره عاقل يا أهل الإسلام؟ إن الله قال في كتابه الكريم: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم آذان يسمعون بها، أم لهم أعين يبصرون بها؟ الآية: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت عايزة أسأل بس سؤالين بعد إذن حضرتك. اتفضلي. أول سؤال، أنا عندي ولد عنده 11 سنة ذوي احتياجات خاصة. نعم. طفل عنده ذوي احتياجات خاصة. طيب، ما السؤال؟ السؤال بس هنا، هل أنا لما ببقى حزينة على مثلا وضعه، أو إن أنا ساعات يعني أعصابي بتفلت نفسيا أو من التعب الجسدي معاه أو مجهودي معاه، هل ده بيدخل تحت إن أنا اعتراض يعني على ابتلاء ربنا؟ لا 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 لا، يعني أحيانا مع التعب تصدر كلمات، والله يقول: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني إن زلت أقدامكم أو زلت ألسنتكم فتلفظتم بألفاظ لا تليق، لكن الله يعلم أنكم طيبون ومباركون ولا تعترضون على القدر، فاستغفر الله، لكن لا تيأسي من رحمة الله ولا تعترضي على قدر الله. السلام عليكم. ممكن سؤال تاني معلش. اتفضلي يا اخت. بالنسبه للتمويل العقاري اللي تبع بنك فيصل، ايه الوضع؟ لا اعلم عنه شيئا، لكن البنوك التعاملات التجاريه معها لا تطمئن عموما. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وفيك يا رب. الله يبارك لك ويثبتك ربنا على دينك يا رب. يا رب واياك والسامعين والسامعات. اللهم امين يا رب. انا كان في عندي سؤال كده بسال عليه، بالنسبه كان عندي شقه بتاعت والدي الله يرحمه بعد ما توفت والدته وكده،
فجم خدوها يعني مني وقالوا لي لا وبتاعوا كده ولازم ناخد حقنا. فانا طلبت منهم ان انا اخد جبس مسار ويتمنوها. سؤالي سؤالي لك اخي الكريم. الله يبارك. السؤال اني لا لا انا احب ان اسالك. الشقه ملك او مستاجره؟ الشقه كانت ملك. ملك ايوه. وبعدين ماذا حدث؟ ما ان هم قالوا لي دلوقتي دي انا كنت قاعد فيها 26 سنه قبل الزواج. فبعد كده قالوا لي يعني ايه دلوقتي احنا دي شقه والدنا وبتاع. قلت لهم خلاص هاتوا حد يثمنها من الناس اللي هم اللي في السماسره وكده يثمنها وبتاع. فمرضوش. قال لي لا احنا تمناها كده احنا بقى مبلغ يعني معين. ايوه. فلما تمنوه المبلغ ده ازيد من حقها ممكن 20,000 ممكن 30,000 الله اعلم كان بالظبط يعني في الحدود ديت من 30 ل 40 ل 25 حاجه زي كده. فانا دلوقتي زعلت منهم لانه عملوني كده. فانا بكلمهم الاول ما كنتش بكلمهم قعدت مده سنتين ما كلمهمش. بس دلوقتي انا ايه اللي بيتصل بيا الاول ما كنتش برد بيه دلوقتي برد عليه. بس انا نفسيتي مش جايباني ان انا اروح بقى اودهم زي الاول. انا عايز علي معصيه. لا لو سمحت لو سمحت هم اصحاب الشقه معك انت وهم اصحاب الشقه. اذا لم يعجبك السعر الشقه اتركها وهم يشتروها بالسعر الاغلى. هم ما ظلموك. قالوا نحن نريد الشقة بمليون وأنت تقول الشقة قيمتها 900,000. أنت لم يعجبك السعر لا تشتري. اطلع من الشقة واشتري أي شقة أخرى أو واحد منهم يشتري الشقة. فما ظلموك ما ظلموك يا حبيب. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم لو سمحت يا شيخ. بس انا بنتي عندها 8 شهور وانا بصلي بها التراويح ساعات بدنا تعيط وعايزه ترضع. يعني ممكن ينفع ان انا ارضعها وانا بصلي وبصل نفسي يعني على الاخر؟ عايزه اعرف بس خلاص كده تبقى صحيحه. يعني انت تسالي سؤال عن ارضاع طفلتي اثناء الصلاه؟ لا تفعلي لان النبي قال ان في الصلاه لا شغلة. ان في الصلاه لا شغلة. بارك الله فيك. طيب معلش يا شيخ. ها طيب عندي ابن خالي معوق يعني جسديا مش بيتحرك خالص. هو كبير في السن اكبر مني يعني. ينفع لنا يعني اكشف وشي قدامه؟ معوق يعني ليست له في النساء حاجة؟ اه. اذا كان ليست له في النساء حاجة مشلول مثلا ممكن تظهر امامه الطفل او عفوا يعني ياخذ حكم التابعين غير اولي الاربة من الرجال. نعم. يسأل هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان كلما مر بآية فيها رحمة سأل وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ؟ نعم ثبت هذا وهذا من السنن المهجورة التي تغافل عنها الناس. يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أم التسبيح أفضل؟ في كل خير لكن هذه لها مواطن وتلك لها مواطن وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم اسأل اسأل. قراءة الفاتحة وراء الإمام في الصلاة الجهرية. الجمهور على أنك تسكت إذا كان الإمام يقرأ لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبعضهم استدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا رأي الجمهور. ومن العلماء كالبخاري من قال لزاما أن تقرأ بالفاتحة ولو كان الإمام يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور أول هذا على الإمام نفسه حملوها على الإمام نفسه أو على المنفرد. فالرأيان موجودان ورأي الجمهور أنك تسكت والله أعلم. سؤال الثاني مصطفى. نعم سؤال الثاني الأول
لو انا نويت ورا الامام هو بيصلي الشفع وقت ثلاث ركعات متتاليين ورا بعض، وانا نويت نيه الاثنين الشفع بس كثيرا ما يصلي الأئمة والناس خلفهم، الناس ينون ركعتين فإذا بالإمام يأتي بثلاث ركعات متصلات. الصلاة تصح إذا تابعت نية إمامك، لكن الأولى أن ينبه الإمام المصلين على ذلك، الأولى هذا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الأول شيخ مصطفى، أنا كفيفة وعايشة في بيت لوحدي ولي أخ بيشرب سجاير وظروفه صعبة، عامل قروض والعياذ بالله، بحب أساعده إن أنا أسأل مراته أنت عايزة إيه طلباته وأجيب لك، هو بيعترض على كده وبيعترض على هذا الأمر وعايز فلوس وأنا مش بديله، المهم ذهب إلى والدتي وعمل عمايل صعبة وقاعد يزعق وعمل في أفعال، فأنا مش بكلمه خالص، لأن هو حتى مش بيجي يقول لي كنت عايزة عيش أجيب لك، ده أول سؤال. يعني السؤال الآن، لك أخ مدخن ويريد أموالا وأنت لا تعطيه مالا في يده لأنك ترين أنه ينفق المال في السجائر، فتسألي عن احتياجات الأسرة وتقومي أنت بها، أنت على خير إن شاء الله واستمري على ما أنت عليه. السؤال الثاني شيخ مصطفى. نعم. السؤال الثاني، أتعامل مع الناس بعطاء شديد، كثرة العطاء تقلب علي بسوء رهيب. ليس من كل الناس يا أختي، ما زال هناك قوم شاكرون. نعم هناك جاحدون يجحدون المعروف ويجحدون الإحسان، وكأنك ترمي في بحر ولا يقولون جزاك الله خيرا، وهناك أيضا قوم شاكرون، قوم شاكرون، فلا تيأسي أبدا واستمري ما دام عملك لله، وما دمت في صلاتك تقولين الطيبات لله فلا تيأسي، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اخبارك ايه؟ ايوه شيخ. نعم. والله حضرتك يا شيخ، انا بنتي عندها 9 سنين وشويه، بس هي ضعيفه شويه، وانا دلوقتي انا بصومها وبس لها قبل المغرب بساعتين كده بتحس بدوخه جامده، فهل انا اشق عليها اكمل ولا اوقف صيام عنها؟ لا يعني ممكن تجيبي لها بعض اللعب، بعض الهدايا، وتقنعيها يعني اذا تممت الصيام نعطيكي، لان تدريب الاطفال، البنت لن تموت ان شاء الله، لن تموت ان شاء الله ولن تمرض ان شاء الله، فلكن اسلكي سبيل الصالحات. الربيع بنت معوذ قالت كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى تغرب الشمس. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته الشيخ. أتفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا أنا لي سؤال عند حضرتك، يا ريت يعني تفصل لنا في المسألة دي. أتفضل. جزاك الله خيرا. يا شيخنا دلوقتي أنا لي أخ لقيته بيقول لي إن في علماء، بعض العلماء بيقولوا ان الزوجه ليس لها ان تخدم زوجها، ليس يلزمها الشرع بذلك، ان هي اذا خدمت زوجها من طعام وملبس وغير ذلك فهذا تفضل منها وليس لها حق عليها، وان لم تفعل ذلك فلا تفعل. ما حكم الشرع في ذلك؟ ما تقولش حكم الشرع، انا انقل لك قول الجمهور. يعني السؤال ما حكم الشرع في ذلك، قد يحرج المسؤول فإنه قد يجيب ويخالف الشرع في الإجابة، لكن أنا أنقل لك قول جمهور العلماء. يرى الجمهور ما ذكره أخوك أن خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب، هذا رأي جمهور العلماء. والشيء بالشيء يذكر أيضا، لأن حتى لا تأخذ النسوة ما لها وتترك ما عليها، فإذا عملت المرأة برأي الجمهور فرأي الجمهور أيضا أن علاج المرأة ليس على زوجها إنما عليها، فهذا رأي الجمهور وذاك رأي الجمهور. لكن إذا أخذنا بالتوسعة وبالمعاشرة بالمعروف، فالنبي كان يكون في مهنة أهله، إذن أهله لهن مهنة وهو يساعدهم وتمشي الأمور على هذا، والله أعلم. لكن إحنا عندنا القبور هنا في القرية بتاعتنا نظام قبور جماعية،
أيوة. نظرا لارتفاع المياه الجوفيه في القبور اكثر من عاليه على الارض. طيب طيب صبرا صبرا بس يعني القبور في القرى المصريه القبور جماعيه وفوق الارض لعله ان اذا حفرت الماء يدخل القبر ويضر بجثث الموتى. اذا كان ذلك كذلك فهي ضروره. ومش لازم تقول القبور بتاعتنا، قبورنا يعني بدل ما تقول افهم بس لغه العرب، افهم لغه العرب، بدل ما تقول القبور بتاعتنا قل قبورنا. اما بتاعتنا دي كلمه من اين اتت لا نعرف لها اصلا. الله يكرمك. سؤال شيخنا، هل يجوز دفن النساء مع الرجال وان لم يكونوا من المحارم؟ لا يجوز الا عند الاضطرار. جزاك الله خير يا شيخ. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان طيب، انت بخير. وانت طيبه. الله يبارك في المسلمين كلها. لو سمحت يا عم الشيخ، انا الحمد لله كل ما اتمنى حاجه عم تلاقي بيديها لي. نعم. كل ما اتمنى حاجه من عند ربنا بيديها لي، الحمد لله. الحمد لله. لما انا بقول كده لاي حد كده انا يعني بقول كلام لا 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 ما بس قولي هذا الكلام لمن يحبونك. انا نعمه ربك تحدث، انا بتحدث. ايوه بس تحدثي لمن يحبونك، لان يعقوب عليه السلام قال ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم ما يحب فليحدث به من يحب. فحدثي احبابك بهذا الكلام. لما اقول اي حد اعمل كذا واعمل كذا. خلاص. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة يا رب ويبارك في عمرك يا رب. وياك. عندك يا شيخ مصطفى سؤال يا شيخ مصطفى بعد اذنك. اتفضل. ليه اخر يا شيخ مصطفى تملي بزعله على طول فارجو من ساعتك تقول له كلمة، هو بيسمع دلوقتي حالا دلوقتي يعني. أمه امرأة كبيرة مسنة. فما تقول له حاجة فهو بيغلط فيها يا شيخ مصطفى. نسأل الله أن يصلحها ويصلحنا ويصلح أخاك ويصلحك. أذكره وهو رجل مسلم والحمد لله. بقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، وحرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم عقوق الأمهات. فاعلم أن عقوق الأمهات والآباء من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. عفى الله عنكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، في آية 73 في سورة المائدة اللي كانت: كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إيه العلاقة اللي بينها وبين قول الرسول في لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالث هما؟ يا أخ هذا موضوع دم. نعم. يقولون قول القائل، قول القائلين إن الله ثالث ثلاثة معناه عندهم أن الآلهة ثلاثة، معناه عندهم أن الآلهة ثلاثة. لكن قول الرسول لأبي بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني الله معهما، الله معهما بالنصر والتأييد والكلاءة والرحمة والحفظ لكن الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة يقولون الآلهة ثلاثة. ايوه فندم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، اتفضلي. العم حضرتك بخير. وانت طيبه. حضرتك والشيخ صالح المنجد قلتوا ان الافرازات اللي بتخرج من النساء طاهره، بس لازم لما تخرج بتكون ناقضه للوضوء. طب ده امر شاق جدا علينا، يعني انا مثلا في الصلاه انت سمعتيني اقول انها ناقضه للوضوء؟
إذا خرجت إذا أيوة خرجت أي عارف الجين. هل أنت سمعتيني قلت أن إذا خرجت أيوة على قناة وصال لا لا لا, لا. أنا ما أطلع على قناة وصال أتكلم عن نفسي الصفا لا الإفرازات بحكي فيها قولين يا أختي أيوة. الإفرازات أحكي فيها القولين للعلماء فمن العلماء من قال إن الإفرازات الخارجة من المرأة والتي ليست ببول أو مني أو مذي أو ودي إفرازات كرشح يخرج من النسوة ويكثر خروجها من النسوة الحوامل هذه الإفرازات العلماء لهم فيها قولان قول بأنها تنقض الوضوء وذلك لأنها خارجة من السبيلين القول الآخر بأنها ليست بناقضة وليس عندنا نص أن كل ما خرج من السبيلين ينقض إنما هي أقوال لبعض الفقهاء فلما لم يرد فيها نص بأنها تنقض الوضوء قلنا بعدم النقض هذا اختياري السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بعد إذنك يا شيخ نعم زكاة الذهب أنا عندي 120 جرام بس جابهم من 15 سنة والزكاة بتاعتهم سألت عليها قالوا تعدي 3000 جنيه فقول لي حضرتك يعني زكاة الزينة أنا بجيبهم وبلبسهم بس أي حاجة بحتاجها ببيع ببيع منهم فهي تعتبر كده زينة ولا ادخار أيا كانت أيا كانت زينة أو ادخار فالرأي المدعم بالأدلة أنك تخرجي زكاتها وليس عندنا دليل يسقط زكاتها إلا حديث تالف ليس في الحلي زكاة وحديث باطل وأقوال بعض الصحابة ويوم عرض بأقوال صحابة آخرين والذهب قد قال الله في شأنه عموما والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم قال ابن عمر كل مال أديت زكاته فهو فليس بكنز وإن كان تحت الأرض وكل مال لم تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض والرسول عليه السلام أتتهم رأتان عليهما سواران من ذهب قال أتؤديان زكاة هذا قالتا لا قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة أديا زكاة سؤال آخر لو انا قاعده بتفرج على التلفزيون وبسبح يجوز ان انا اسبح للصبح وانا قاعده بتفرج على برنامج زي حضرتك كده يجوز ماشي طب حضرتك انا ممكن انا بدي درس في الجامع يعني بقرا الاحاديث وافسرها للناس وايات قرانيه بدل التفسير ده يجوز برضو يجوز الله يبارك لك يا شيخ هما بيقولوا عشان انت مش ختمه القران لا يجوز لا لا لا, لا, لا الرسول يقول بلغوا عني ولو ايه ولو آية أجتهد. الله يبارك لك نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها جزاك الله يا شيخ كل خير بالنسبة لزكاة الفطر لكل فرضة طلع قد ايه مثلا حبوب رز أو حاجة زي كده تقريبا 3 كيلو إلا ربع رز وإن كنت كريمة 3 كيلو رز عن كل فرض لكل فرض جزاك أيه. الله كل شيء خير الله يبارك لك وياك السلام عليكم وعليكم السلام انا شيخ انا لو سمحت على 3 سؤال اتفضل كنت سالت شيخ معين كده وقال لي ان انا كان عندي في بدايه عمر كده سنوات احيانا كنت ممكن ما اعرفش حكم الغسل عامل ايه ما اعرفش حكم الغسل من شختات واحيانا اسيب ممكن اسيب صلاه كده في بدايه عمر خالص اول سنه او اثنين ومش عارف علامه وكده قال لي لا ده دول انت مش عليك حاجه خالص اعد هذه الصلوات يعني عليها أعد هذه الصلوات قدر الاستطاعة قدرها تقديرا وأعدها ماشي طب أنا ريت يعني للشيخ دوان عفوا لا تحرق نفسك ولا تحرق غيرك لم أطالبك أنك قرأت أو ما قرأت سألت سؤالك وأخذت جوابك أعجبك الجواب الحمد لله السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام لو سمحت يا شيخ ممكن اسالك سؤال ايه؟ اتفضلي. عليكم السلام. السؤال الاول جوزي قال لي عليه الطلاق لو طلقت مني في بيتي بره تبقى انت طالق. فانا يا شيخ يعني مثلا بنشر في واتساب شيء كده كنا يعني دي كمان بتبان مني ولا بنشر هل دي بقى طلاق؟ ماذا قال عفوا؟ قال لي عليه الطلاق لو طلعت مني في بيتي بره البيت. فانا يعني وانا في البلكونه في البلكونه يا شيخ بنشر يعني واللي كمان بتاعتي بلبس البيت قال لو طلعتي برا بيتي بلبس البيت بلبس البيت وانت طلعتي برا البيت برا البيت ها؟ لا
انا جوا البيت يا شيخ بس بنت. لا لا ليس فيه شيء، ليس فيها شيء. طب سؤالين تاني بالله عليك. ها زوجي يا شيخ قال لي، كان كاتب لي يعني جملتين يعني قال لي عليها الطلاق، لو قلت الجمله دي قدام حد يبقى انت طالق، فأنا لو نطقت اسم حد معين في الجمله دي يبقى انا طالقه. نيته يطلق ولا نيته ما يطلقش يعني؟ ولا هو يعني هو يقصد لو انا قلت مثلا ان هو اللي كاتب لي يعني بيهددك ولا نيته يطلق ولا ايه؟ هو قال لي عليه الطلاق لو جبت. خليه يكلمني اسالني، خليه يسالني الله يحفظك. يا شيخ هو يقصد لو انا قلت ان هو اللي كاتب الجمله دي هي يبقى انا طالقه. يا اختي لا داعي للعبث، انت وزوجك الدين مش لاعب معك، انت وزوجك عندي وسواس يعني هو يعني انت وزوجك لاعبين بالشريعه بهذه الطريقه. احفظي دينك واحفظي ايمانك انت وزوجك، الله يحفظك. يعني كده طلاق يا شيخ؟ لا خليه يسالني، دعي جعليه يسالني الله يحفظك. يسال سائل عن إطالة الدعاء في القنوت، قنوت الوتر، حتى أصبح الناس يملون من الأئمة الذين يستعرضون قوتهم ويستعرضون ألسنتهم في أدعية الوتر. سؤال السائل: هل هذه الإطالة في الوتر مشروعة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ السؤال بوضوح وجلاء. قنوت الوتر الطويل الذي يفعله الأئمة في هذا الزمان ويتفننون في الأدعية، هل هذا وارد بهذا التوصيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لم يرد هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل إمام أن يتقي الله في المصلين الذين خلفه ولا يفتن الناس، فكثير من الناس أصبح يتخلف عن الوتر بسبب إطالة الأئمة له، والله حسيب الجميع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي يا شيخ ممكن سؤال؟ اتفضلي. انا حامل في شهر السابع والدكتور قال لي ما ينفعش ان انت تصومي، وقالوا لي ممكن كفاره وصيام، فانهي اللي احسن يا شيخ لو سمحتي؟ الاخت حامل في شهرها السابع، إن عجزت عن الصيام أو نصحها الطبيب بعدم الصيام أفطرت وأعادت الأيام التي أفطرتها، والله أعلم. السلام عليكم. ما فيش كفارة يا شيخ؟ نعم لا أعيدي، أعيدي الصيام، ليست كفارة. صيام بس. إن شاء الله. شكرا. وعفوا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك يا شيخ، انا حاطه 20,000 في البوسطه ما حلكيش اي حاجه غير المبلغ ده فقط لا غير، وقاعده بالايجار وما عنديش اي ورث ولا اي حاجه، فهم دول اللي يعني اللي حلت من الدنيا كلها. اطلع عليهم زكاه ولا ايه حضرتك رايك؟ الاول قبل الزكاه شوف الربا اللي انت فيه، انظري الى الربا اولا، العوائد العائده عليك من الربا إذا كانت موضوعة في البسطة كحفظ لا بأس به، أما إذا كانت في عوائد ربوية فالربا محرم. أيوة. والعشرين ألف لم تصل إلى نصاب الذهب فلا زكاة فيها. لا زكاة لها يعني؟ لم، إذا أخذنا لك بالنصاب الذهب لا زكاة فيها. بس هي طيب هي ممكن فيها مثلا مكتب أو كده، المكتب ده مثلا أخويا بيتجوز ومش قادر يتجوز، ممكن أدهله؟ أخوك فقير؟ ايوه يا شيخ. ممكن تعطيه ما شئتي، عفوا لانها صدقات هي ليست زكاة واجبة عليك. يعني انا اطلعهم بس هم مش بنسبة يعني مش هيبقى لي انا سوفكم او كده، لا طلعهم كصدقة جيدة. كصدقة على اخيك. ماشي يا شيخ، الف شكر يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. سائل يسأل عن الاكل والشرب ناسيا في نهار رمضان، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا عام في رمضان وفي غير رمضان. سائل يسأل أيضا عن حكم الترجيع رغما عنه في رمضان، القيء، القيء رغما عنك في رمضان لا يفطرك، وهناك حديث لفظه: من قاء
من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، وسنده أيضا ضعيف والجمهور على العمل به. وإن كان السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي. هل يجوز إخراج زكاة الفطر للأقارب الذين يعيشون في بلدة أخرى، أم لابد من إخراجها في نفس البلد التي نعيش فيها؟ هم فقراء أو ليسوا بفقراء؟ لا، فقراء. يجوز، يجوز نقل زكاة الفطر من بلدة إلى بلدة إذا كانت هناك حاجة أشد في أهل البلدة الثانية، أو كانت تربط بهم صلة رحم ونحو ذلك، والله أعلم. هم مسلمون في الجملة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بقول حضرتك يا شيخ مصطفى، مثلا لو في واحدة أكبر مني سنا، أنا سمعت حضرتك إن كلمة أبلة دي مش من اللغة العربية، أو كلمة طنط أو كده، طب أقول لها إيه لو واحدة أكبر مني سنا يعني؟ أكبر كم يعني؟ كبيرة يعني؟ أكبر مني بعشرين سنة مثلا، أدي والدتي. يا والدة، كده كلمة طيبة يا والدة فقط. أما تقول الأبلة فلانة، الأبلة هذه من أين أتت الأبلة؟ كلمة الأبلة هذه من أين أتت؟ انظر في كتاب ربك وسنة نبيك، هل الأبلة وردة؟ لا. طيب خلاص. طب وكلمة طنط؟ ما طنط إنجليزية، احنا عربي يا أخي، ولا فرنسية خلاص. ما أدري الله. طنط، اترك طنط وأنكل، تيتا، نينا، تيزا، كل هذا الكلام استبدله بلغة العرب، عمي، عمتي، خالي، خالتي، جدي، جدتي، هذه الألفاظ اللي في القرآن والسنة. أما كل حزب بما لديهم فرحون، طنط، أنكل، نينا، تيتا، كل واحدة تجيب لها، ويلون ألسنتهم بذلك كالأعاجم. نحن مسلمون يا أخي، ولنا قرآن ولنا سنة. جزاك الله خير مصطفى، جزاك الله بالله عليك. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، أنا حاطة قرشين في البنك، بس الفلوس اللي تطلع منها أنا بتخلص منها، يعني الناس فقيرة يعني كده. طيب، بس زوجي عايزهم، وأنا لا 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 تعطي الربا لزوجك، اتخلصي منه للفقراء البعيدين عنك، لا تربطك بهم قرابة. السلام عليكم. سائل يسأل، هل يسن الإطالة في الركعات الأول في التراويح أم لا يسن ذلك؟ أقول الأولى الإطالة في الأول والتخفيف في الأخر، إلا أنه أحيانا كانت ثم استثناءات لصلاة الرسول في الليل، أحيانا كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين أحيانا، لكن غير ذلك الإطالة في الأول والتخفيف في الأخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا شيخ لو سمحت، عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، ان انا اغتسلت من الحيض قبل الفجر، وبعد كده في افرازات تجد يعني صفرة كده او تشبه الاغمق كده نازلة، فانا كده مصايمة وبصلي، فعليا شيء؟ الدم انقطع؟ الدم انقطع من الدم الاسود السخين. طيب بس خليكي معاه بس واحدة، انقطع من بالليل واحدة، الدم انقطع اللي هو الاسود. ايوه، انقطع من بالليل دم الحيض يعني. المدة أيوة. المدة الزمنية الشهرية انقضت، مدة الحيض، أو ما زالت باقية؟ لا، أصلا أنا بتعالج من عند الدكتور، فباخد علاج، فممكن يكون هو اللي قطعها بدري يعني. لا، إذا ننتظري لما ينقطع الدم تماما أو تنتهي مدته الزمنية. هي إفرازات شفافة يا شيخ. ما هو أنت الآن مدة الحيض لم تنتهي، مدة الحيض لم تنتهي، وما زالت هناك دماء أو شبه دماء نازلة، فانتظري حتى تنقطع وترى الطهر. رأيت الطهر؟ لا، أنا بشوف اللي هي إفرازات الشفافة فقط، دي اللي شفته. اسألي النساء عن كيفية رؤية الطهر. السلام عليكم. طب في سؤال تاني يا شيخ، لو أنا مثلا معايا أطفال صغيرين مثلا، وأنا متوضية وعايزين ندخل الحمام يعني معذرة، وبعدين بغسلهم، فمس فرج الطفل الصغير وأنا متوضية ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، اغسلي يدك فقط. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. نعم. عليكم السلام يا شيخ. نعم يا شيخ، ممكن عندي سؤالين. اتفضلي يا اختي.
انا حاطه قرشين في البوسطه وبيطلع لي منهم فوائد 1000 جنيه، هل ينفع يعني اصرف منهم؟ لا. السلام عليكم. السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت. ها. في مشاكل بيني وبين سلفي من عم نو من رمضان اللي فات. زي ما ضل كده. مش عاوز يجي يعني يعتذر على الغلط اللي هو غلطه فيه. فهل يجوز اروح ولا اتكلم عادي؟ ولا تروحي بقى خلاص، ده رجل اجنبي عنك، سامحي وخلاص بالتليفون، سلام عليكم الله يغفر لنا ولكم وانتهت المساله. اما توسيع العلاقات مع سلفك اللي هو اخو زوجك، توسيع العلاقات يضرك في دينك، يعني اصلحي وتجاوزي عن السيئات التي فعلها في حقك، ومع ذلك حافظي على دينك لان الحم والموت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ثلاثة أسئلة معنا تحرك ثلاثة أسئلة. اتفضل. السؤال الأول، لو واحد يطلع زكاة الأموال لواحد مليون، ينفع يسدد عنه الدين كله ولا جزء من الدين؟ ينفع إيه؟ يسدد عنه الدين كله ولا جزء من الدين؟ على حسب الدين، هل الدين في حق او في باطل او في اسراف او في تبذير؟ تبع الدين، الدين منشأ ماذا الدين؟ اذا كان منشأ اعسار، يعني واحد فقير مسكين استدان حتى أكل وشرب، سد عنه كل الدين. لكن مثلا واحد راح اشترى سيارة مرسيدس مثلا، وكان بالإمكان أن يشتري سيارة للضرورة، سيارة فيت، اشترى مرسيدس وقال أنا مدين، لا تعطيه من الزكاة وإن كان مدينا. السؤال الثاني العزيز حضرتك، المناسبات المواسم فوق الزيارة، أننا بنزور مثلا أخواتنا في الأعياد وطلبات الفطار والكلام ده، لا بدعة ولا يجوز كل عيد؟ لا يا لم ترد عن الرسول وأصحابه المناسبات، يعني الأم تذهب لابنتها في مولد النبي بهدية، أو تذهب في عيد ميلادها بهدية، كل هذا لم يرد. لكن عموما إذا كانت أعياد مشروعة كعيد الفطر والأضحى، فأتهادوا تحابوا ينتظموها، يعني ما فيش بدعة ولا حاجة في الأعياد. لا، الهدية في الأعياد يا أخي درج المسلمون على ذلك يا أخي. لا انا اقصد ان انا بروح وطلبات وافطار والكلام ده. يعني انت رحت لاولاد اخيك في العيد واعطيت كل ولد 20 جنيه 100 جنيه، ايه المشكله؟ ادخال السرور على الناس في العيد لا باس به، اذا كان النبي كان في بيته وجاريتان تغنيان بغناء بعاث، فقام ابو بكر يزجرهما، فقال يا ابا بكر دعهما. لما قال ابو بكر ابي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول يا أبو بكر دعهما فإنهما في يوم عيد، دعهما فإنهما في يوم، فيدخل الفرحة على الناس في يوم العيد بالمباح أولى من هذا. السؤال الثالث بعد إذن حضرتك، هل يجوز لعن من مات كافرا؟ ها؟ هل يجوز لعن من مات كافرا؟ لعن من مات كافرا؟ لا تلعن أحدا إلا الذين لعنهم الله ورسوله، لعن المعين لا تلعن أحدا. هذا وإخواني وفقهم الله يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام وعلى المسلمين. اللهم آمين، اللهم آمين. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ثم إن الله عز وجل هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه أحد سوى. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجود والإحسان والعفو والصفح، ومن أهل القرآن وأهل الصيام وأهل القيام وأهل الإحسان. اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله وحفظ اللسان من اللغو واللغط، وكذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الحمد والتسبيح والاستغفار والصلاة على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. One night.